ما شاء الله تبارك الرحمن، تحسن ملحوظ على الجرح، بالرغم اني ما حطيت الصبار الا تقريبا نص ساعة، بس الألم اختفى نهائيا. كان الجرح شوية ينبض بس اختفى مرة الألم، وباقي بس آثار بسيطة. مهدي للحروق يساعد على تخفيف أثرها، اسمرار البشرة، الطفح الجلدي، حب الشباب، واحد من أقوى وأفضل المرطبات لجفاف البشرة. خلك من هذه، يساعد على تأخير معالم ظهور الشيخوخة، تجاعيد الوجه، يحمي الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية، نضارة الوجه، الأكزيما، كل هالأمور تزول بمشيئة الله مع الصبار. بسم الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، وشلون صار كذا؟ 100 شخص الآن دخلوا الموقع، وحنا أول ناس أصلاً نعلن لبراند ريكسانا. البراند الآن انطلاقته الفعلية، ولا واحد من الشباب حط الرابط، فشلون دخلوا الموقع؟ كيف جابوه؟ ما أدري يا جماعة، اصبروا شوي، باقي ما حطينا كود الخصم. براند ريكسانا يقدم لكم 18 منتج لعناية البشرة، كلها داخل فيها خلاصة الصبار. الصبار هو المكون الأساسي في كل المنتجات، بالإضافة إلى بعض أحماض الفواكه والزيوت والبذور. يا عيني يا عيني يا جماعة، شغل مختلف، والقائمين على البراند ناس نتخاف الله في شربة الموية. ما شاء الله، والريحة اللي تفوح يا جماعة، هالزبدة أراهن عليها وبقوة وأنصحكم فيها. هذه الزبدة الوحيدة الموجودة في السوق بخلاصة الصبار وزيت الأفوكادو، أراهن عليه وبقوة. هذا المرطب حق اليدين بخلاصة الصبار يا جماعة، زي ما قلنا لكم، الصبار واحد من أفضل وأقوى المرطبات للبشرة. أتكلم عن 3 في 1. قبل لا نتعرف على المجموعات الرهيبة اللي مختارينها لكم، بإمكانك تطلب أي منتج فردي إذا حاب، وتستخدم الكود اللي طالع قدام. من فوائد الصبار يا أخواني إن هي ضخ الأكسجين لخلايا البشرة عشان تحصل على النعومة والنضارة. يا أبو غازي، 18 منتج مقدمينها ريكسانا، المكون الأساسي فيها الصبار، العنصر الأساسي فيها الصبار، واللي كلنا نعرف فوائده وما نجهله، ولو كتبت في جوجل بيطلع لك. 18 منتج قدام عينك خاصة بالعناية بالبشرة. أنا صراحة أنصح وأوصي على كريم اليدين، المرطب لليدين، وعندك هالزبدة اللي مش موجودة في كل السوق، زبدة بخلاصة الصبار والأفوكادو، ممتازة جدا. وعندك الشامبو، سلمك الله، وشوف مكوناته، زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا. أوه بس حملها لنا فكرتي، أبنا أخذها معنا، قسمنا إن شاء الله ما أخذينه. منتجاتهم بخلاصة الصبار يا جماعة، بالإضافة إلى أحماض الفواكه والحبوب والزيوت. قبل لا نتكلم لكم عن المجموعات، أحب تطلب منتج فردي، هذا كود خصم يخصم لك 10%. شوف الكود ظاهر لك على الشاشة. أول مجموعة روتين حب الشباب، يكفيك 30 يوم، في هذا غسول الوجه المقشر في 46% خلاصة الصبار والجوجوبا، وهذا قناع التحكم بالدهون يتحكم بتزييت البشرة، وهذا الجل فيه 80% نسبة الصبار، وهذا سيرم البثور تحطه على أي مكان فيها حب شباب أو نفر، تحطها كذا بس، يكفيك 30 يوم. في مجموعة النظارة، يكفيك 30 يوم، فيه غسول وجه بخلاص الصبار 69 مع زيت جوز الهند، وهذا التونر ملطف خلاص الصبار بنسبة 10%، وهذا الكريم البشرة المجهدة، وهذا كريم للنظارة، وعندك هذا المقشر وجه 3 فيه صبار 62% ومعه أحماض فواكه، فيه رمل بسيط عشان تقشير الوجه. طبعا هذا روتين مجموعة تفتيح لون البشرة، تستخدمه 30 يوم، فيه غسول وجه في نسبة الصبار 69% مع جوز الهند، وهذا التونر الساعي الملطف، هذا السير مميز جدا في فيتامين سي وخلاص الصبار 69%، وعندكم هذا كريم تفتيح البشرة، وهذا المقشر وجه ثلاثي، هذا يخلي تقريبا إذا استعملته 30 يوم لازم درجة لون البشرة تتفتح أكثر. وش عرضكم يا أبو عبد الملك؟ الخصم، إذا استخدمت كود الخصم جي يخصم لك 100 ريال لأول 100 طلب، لكن بطلب من الشباب خليناه. الله يسعدك ويبارك فيك ويبارك لك فيما عطاك يا جماعة، وتعبناكم وكان سفر طويل وتعب، ما اشتعب يا ابو عبد الملك، احنا نبل الناس الزين ونبل الناس تزين وجيها وتزين علومها وتزين امورها، تاخذون شيء انما ايه.